حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن إصرار معتصمي حماية الشرعية وحفظ هيبة الدولة في يومهم السادس، حيث ما زالوا يطالبون بالإسراع في تشكيل الحكومة بسرعة الممكنة من أجل خلاصهم من انزلاقات التصادم في الشارع العراقي بعد استمرار أزمة تعليق عمل البرلمان من خلال السيطرة على مبناه من قبل المحتجين، وما أفضت لحالة استخدام الشارع كأوراق أخيرة في لعبة التفاوضات بين الأطراف السياسية. ولدرء هذا الاستخدام وما ينتجه من حالة تعمق الأزمة، عرض الإطار الشيعي مبادراته على بقية الأطراف السنية والكردية بغية التهدئة وتقريب وجهات النظر بين الكتل المتضادة في المواقف من خلال حوار وطني شامل يجزئ نقاط الاختلاف ويفككها مرحليا، بعد ذلك وصولا لإجماع يرسم ماهية المرحلة المقبلة. فيرى المختصون أن الحل الوحيد والأمثل لأزمة الانسداد الخانقة هي طاولة تجمع عندها الأوراق التفاوضية المتعاكسة في اتجاهاتها، ما يؤمن الخروج من مأزق الصراع السياسي ويعطي الضوء الأخضر برسم خارطة المرحلة المقبلة ليطرح خارجا كل نذر الشؤوم التي تذهب إلى غير ذلك. على وقع انسداد سياسي خيم على المشهد منذ قرابة 10 أشهر، يتحرك قادة الإطار الشيعي من أجل التأسيس لمرحلة جديدة عبر مفاوضات كانت محل ترحيب من قبل القوى السنية والكردية، تحمل عدة مضامين وتستهدف استبيان موقف هذه الأطراف من عقد جلسة نيابية خارج البرلمان في مقبل الأيام لتسمية ما تبقى من الرئاسات. فالتواصل الأخير بين أحزاب بغداد والشمال حرك الحوارات الكردية أيضا فيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية. المواقف السياسية المعلنة أو غير المعلنة والإشارات الصادرة تبعث برسائل إيجابية تلقاها الشارع العراقي على أمل أن تنهي حالة الاحتقان السياسي الذي انسحب نحو الشارع وبدأ يضرب الحياة العامة بكل تفاصيلها. ولا بد من الركون إلى الحوار وتعزيز الجهود في جمع الشركاء والأضداد على طاولة الحوار الوطني. وأمام المعطيات التي تغذي هذا التفاؤل والذي يبدو سمة الحاضرة بعد الجولة الأخيرة التي اتفق الجميع فيها على تسييد لغة الحوار، تذهب توقعات إلى أبعد من ذلك، حيث رجحت هذه المصادر أن لقاء قريبا سيجمع العامري بالسيد الصدر، خاصة مع تأجيل الأخير مظاهرات السبت التي حشد لها قبل أيام من الآن، على أمل الوصول إلى حلول وسطية تبعد الوجهات مجهولة المآلات. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذه التغطية نرحب سوية بضيفنا الكريم المحلل السياسي السيد واثق الجابر، ينضمنا مباشرة من ساحة الاعتصام أمام المنطقة الخضراء. أهلا بكم سيد واثق، وبداية ولليوم السادس على التوالي والاعتصام مستمر، متى سيد واثق تتوقعون ينتهي الاعتصام، أم هذا الأمر مشروط بتحقيق مطالب المعتصمين المطالبين بحماية الشرعية و الدولة وهيبتها وكذلك تشكيل حكومة؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام. أكيد هذه التظاهرات وهذه المجاميع الآن التي أمامي طبعا هي جاءت مطالبة بتطبيق الدستور العراقي واحترام الاستحقاقات الدستورية و استحقاقات ايضا الانتخابيه، وبنفس الوقت الاسراع بتشكيل الحكومه. نرى خلال هذه الفتره من خلال التظاهرات التي ادخلت الى المنطقه الخضراء والاعتصام في داخل البرلمان العراقي، هي عطلت كثيرا من الاستحقاق الدستوري واوقفت يعني التشريعات، وهنالك خلل الان، فراغ تشريعي وفراغ دستوري وخلل بتشكيل الحكومه، وربما تنذر بمخاطر كبيرة إلى المرحلة السابقة. لذلك هذه الجماهير اليوم المعتصمة هنا تطالب بتطبيق الدستور باحترام المواقف الدستورية،
بالإسراع بتشكيل الحكومة ومن خلالها تطبيق كل الاستحقاقات التي يراد لها أن تقدم إلى المواطن العراقي. اليوم نحن في مرحلة، وهذه المرحلة اليوم في حال عدم تشكيل الحكومة، ربما الشارع العراقي ربما غافلا عن كثير من المخاطر التي ستكون حاضرة في المشهد في الأيام اللاحقة. أولا سوف لن تقر موازنة، وهذه الموازنة يترتب عليها عدم وجود مشاريع، تعطيل بالاقتصاد وشلل كامل بالاقتصاد، أيضا عدم وجود وظائف وتعيينات والاستحقاقات الأخرى من ترقيات الموظفين، وهذا أيضا ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد العراقي وعلى حياة العامة. بالتالي يعني هذه الاستحقاقات، يعني اليوم ما كنا نفكر بالمرحلة القادمة أو كيفية الحلول، أولا لا بد من اللجوء للحوار، ثم الاتجاه إلى السياقات الدستورية والقانونية. لذلك هؤلاء المتظاهرين الآن هنا هم يطالبون باحترام الدستور، احترام المؤسسة الحكومية، تطبيق كل فقراته، وبالتالي الإسراع بتشكيل الحكومة. وهي طبعا هذه القضية هي مسؤولية القوى السياسية مجتمعة اليوم عليها الإسراع بتشكيل حكومة. الشارع العراقي ينتظر من القوى السياسية أن تقوم بمسؤوليتها وتسرع بعقد جلسة البرلمان ثم تشكيل حكومة ثم المضي بمشروعها. طيب سيد واثق، يمكن قوى الإطار الشيعي وكذلك قوى أخرى والمعتصمون حاليا في ساحة الاعتصام يطالبون بحل هذه الأزمة وكذلك تشكيل حكومة، لكن أطراف أخرى تطالب غير مطالب وأيضا لديها اعتصامات وتيار صدري في داخل البرلمان، لكن يمكن أن يكون هناك أي حل دون إخلاء مبنى البرلمان وإعادة البرلمان إلى عمله؟ يعني هو أولا الإطار طرح مبادرات أو قدم قادته كلهم أصدروا بيانات بشأن ضرورة الركون إلى الحوار والحوار المباشر مع التيار الصدري، وقالوا أن الحوار ليس فقط مباشر وإنما حوار جادا لأجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل. ثم الإطار بنفسه أصدر بيانا وهذا ما لاقى ترحيبا وقبولا، وبيانات أخرى أيضا من رئيس البرلمان، من رئيس إقليم كردستان، قوى سياسية أخرى. الشعب العراقي هو يرى حل القضايا لابد أن تكون من خلال الحوار، وكل المشكلات التي يمكن أن تحدث يعني في أي عالم في أي مكان في العالم لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار. هنا القضية يعني مسألة التفاهم مع التيار الصدري والسماح للبرلمان بالانعقاد. طبعا الديمقراطية عادة ما ترتكز على ركيزتين، أولا مسألة الفصل بين السلطات، والنقطة الأخرى التداول السلمي للسلطة. هنا بهذه التظاهرات المحتصمة في داخل البرلمان طبعا هي عطلت هذه الركيزتين، أولا منعت التداول السلمي للسلطة، ومن ثم هي ولدت نوع من الضغط على السلطات، وربما أسست إلى عرف جديد ربما تتبعه قوى سياسية أخرى مستقبلا أن تحاول يعني قدر الإمكان كلما اختلفت مع سلطة من السلطات أو جهة حكومية تقوم باحتلال مبنى الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة. لكن البرلمان هو بيت التشريع وهو من يمثل الشعب، هو الأهم بين كل هذه السلطات وبين كل هذه المؤسسات. بالتالي يعني اليوم أعتقد هنالك كأنما نوع من التماهي الحكومي أيضا الذي لم يساعد على نقل السلطة، نقل التداول السلمي للسلطة بشكل صحيح. الحكومة لم تقوم بدورها بحماية المؤسسات الحكومية. بالتالي كل هذه المتطلبات والشواهد وما نتحدث به من أهمية احترام المؤسسات واحترام السياقات الدستورية كلها يمكن أن تحل من خلال التفاهمات والحوارات. القوى السياسية اليوم حتى بدعوة رئيس الوزراء هي حضرت لأجل التفاهم وأجل التحاور والتشاور. طيب. وإيجاد مخارج لهذه الأزمة. التيار الصدري ما يزال متمسكا بعدم الحوار مع الأطراف، وأعتقد يعني هو هذا ليس حلا أن يكون طرفا لديه مطالب ثم ينأى بنفسه على الحوار أو لا يقدم ما هي المطالب أو لا يصرح بشكل واضح ما هي مطالب التيار الصدري. كان يريد انتخابات مبكرة، فللانتخابات سياقات تبدأ أولا من الحكومة ومن ثم
تقديم قانون جديد وقانون يقدم من حكومة أصيلة، ثم استعدادات المفوضية وهكذا، ونرى كم هو الوقت الذي يمكن أن تستغرقه المفوضية لأجل الإعداد لانتخابات مبكرة. أيضا رحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، عضو الإطار التنسيق سيد سلام الجزائري. أهلا بكم سيد سلام ضيفا كريما. وبداية، هل من بوادر لحوار؟ هناك عدة مبادرات طرحت، خصوصا مبادرات من قبل قوى الإطار التنسيقي، لكن أكو نقطة التقاء قد تكون بالأيام المقبلة ما بين الإطار والتيار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع مشاهديكم الكرام، حياك الله. طبعا أساس العملية السياسية هي مبنية على الحوار، من غير الحوار لا يمكن أن تكون هنالك حلول لأي أزمة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو حتى عشائرية. لذلك من البدء الإطار يسعى دائما لإيجاد حلول لكي يجد المخرج الأساسي للحل هذه الأزمة، التي هي طبعا أزمة كبرى في المشهد السياسي العراقي وتشمل جميع المكونات. اليوم ما ممكن أن نختزل هذه المشكلة في البيت الشيعي. لذلك رؤية الإطار اليوم أرادوا أن يخرجوا من بعد عدم التواصل مع الأخوة في التيار إلى إيجاد حل مناسب، أرادوا أن يكون هنالك إجماع وطني. وقضية الإجماع الوطني مهمة جدا اليوم بالتأثير على جميع الأطراف السياسية. بالإجماع الوطني يمكن حتى بهذا أن يكون هناك إجراء الغير ممكن الذي يطالب به التيار. اليوم التيار مطلبه ماذا؟ حل البرلمان. حل البرلمان لا يكون إلا بالطريقة الدستورية والقانونية التي نص عليها البرلمان. فلو كان هنالك اليوم إجماع وطني من قبل الكل، اليوم يجتمعون البرلمان ويقولون يابا احنا اتفقنا على طيب الحل. يعني مشكلتكم في الإطار انه مو مطالب التيار الصدري، لكن طريقة تقديم هذه المطالب وطريقة تنفيذ او آلية تنفيذ هذه المطالب. اذا هناك نقطة التقاء مع التيار لحل هذه الأزمة. يعني احنا هذا مطلبنا من بداية. الأخوة رافضين لحد هذه الساعة، وسمعت انت بيانهم انه احنا منشارك بالحوار ولا نتقبل الحوار. الإطار يعني مصر على الحوار، مصر على الحوار ويسعى دائما ليكون هنالك حوار، وحوار جاد ضمن سقف الدستور وضمن سقف مطلب القوى الاخرى اللي هي احنا نسميها اليوم الاجماع الوطني. الاطار اليوم لا يمانع، ليس متزمت، الاطار منفتح ويده مفتوحه ولا يريد يقصي اي طرف. اليوم تشوف الاطار يريد يسوي حكومه ويتجاوز التيار الصدري، ابدا هذا لا يوجد في قاموس أو في قانون الإطار. الإطار منفتح على الجميع، ويرى أن الأخوة الكرد شركاء، وأن الأخوة السنة شركاء، وأن المستقلين شركاء، وأن التيار الصدري شريك كبير في العملية السياسية. حتى بانسحاب التيار الصدري من الانتخابات قبل إجراءها، كان هناك إصرار من كل القوى السياسية تقريبا، شيعية سنية كردية، على إعادة التيار للانتخابات ومشاركته باعتباره طرف رئيس وكبير في هذه العملية السياسية. لكن ليش هذا الرفض من قبل التيار الصدري في هذه الأزمة لأي بادرة حوار؟ واقعا اليوم اللي شوف، لو نجي نسوي استقراء عام وشامل على جميع القوى المطالبة بحل البرلمان، تجدها هي خارج البرلمان. أي مطلب اليوم بحل البرلمان تجده لا، وجوده يا إما ضعيف أو أساس لذلك. لكن التيار كان في البرلمان وصاحب أكثر عدد حاليا. أنا حتى أقول حاليا، حتى من كان في البرلمان ما لم يطالب بحل البرلمان أبدا. واليوم حتى المستقلين اليوم إذا تجي كم اتصال مع عدد كبير من المستقلين، يقول لا احنا ما ذاهبين، انا جيت خسرت فلوس بالانتخابات وعندي جمهوري وعندي ناسي واريد ابني، انا وراي ناس طالبني. لان هم تخوفهم شنو؟ اذا حل البرلمان انا بعد ما اعتقد انه افوز بالمعارك. لذلك هذه ليس لا ياتون مع الاطار. حتى شوف هسه الاخوه المدنيين، من يقول له حل البرلمان يقول لك هي احنا نريد حل البرلمان. من الشهر الخامس التيارات المدنيه بعض الاحزاب التشرينيه طالبت بحل البرلمان، ولكن ضمن الاليات اليه واطار دستوري. اي لو يا اما رئيس الوزراء يطلب او 110 نائب يطلب حل البرلمان وتم، اذا تمت تمت. اما اليوم احنا نحكي على قضيه مهمه، اليوم الاطار خلي يسمع الجمهور، سواء كان جمهور الاطار، جمهور المستقل الاكبر اللي نسميه سواد الاعظم. يا بتاعنا قضيتنا مو قضيه اليوم احنا طالعين على مناصب، الاطار ما يريد مناصب، عنده مناصب، بس مو هاي المشكله الكبرى. احنا اليوم عندنا عده عقبات يجب ان نتجاوزها.
كل واحد عنده مطلب خلي يجي يشوف الآليات الدستورية شو تقول. إذا كان مطلبه ضمن الفقرات الدستورية القانونية أهلا وسهلا الإطار وياه، أما إذا كانت مخالف خلينا نشوف آلية مناسبة حتى نلبي متطلباته. اليوم أول تصريح للإطار منذ من انسحبوا من الانتخابات قالوا حصة التيار الصدري في الحكومة وهي حقهم واستحقاقهم، مو يعني هدية أو مجزية الإخوة الإطار يعطوهم. التيار شريك مهم وكبير في العملية السياسية وإقصاء ما ممكن لا من قبل أي جهة. الإطار لا يمارس عملية اليوم إقصاء لأي الإطار لا يمارس عملية إقصاء لأي جهة. لذلك اليوم تشوف بعض مع الأسف المدونين وبعض يقول لك اليوم الإطار جاي يشكل حكومة حتى يقصي شنو المناصب اللي هي عدل التيار. أبدا طيب. هذا غير موجود. إحنا اليوم عندنا مشكلة كبرى. المشكلة الكبرى اليوم إحنا عندنا دستور، كل اللي دخلوا بالعملية السياسية وشاركوا بالانتخابات هم مؤمنين بعملية ديمقراطية فعليهم احترام الدستور، وأول عملية احترام دستور هو من دخل بالانتخابات وين راح يكون جلوسه بالبرلمان. لكن في كل الأحوال هناك اتفاق يمكن ما بين الأطراف على حل برلمان أو إعادة انتخابات، وكنتم أنتم أول من طالب بإعادة هذه الانتخابات، لكن الاختلاف يمكن بالآلية أو الآليات الدستورية. أعود إليك سيد واثق، ماكو أي بادرة حوار من قبل التيار الصدري يعني انسحاب التيار من قاعة مجلس النواب وكذلك تأجيل التظاهرة المليونية التي طالب بها سيد الصدر، كان مفترض أن تكون يوم السبت وكان هناك قرار بتأجيلها، هذه ألا تعتبر بوادر لتقارب أو بوادر لفتح باب حوار؟ نعم، يعني هو نحن نؤكد والكل يؤكد وكل عاقل ولا بد له أن يفكر أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل الإشكاليات. التيار ما يزال لحد اللحظة يستخدم المنصات الإلكترونية، وهذه المنصات يعني أحيانا قد تتناول يعني بعض الشخصيات وبعض الأحزاب وبعض القوى السياسية المحترمة يعني بشكل غير صحيح. أعتقد يعني هو الحوار هو يعني هو سبيل وحيد لإيجاد هذه الإشكاليات، إن كان لديهم ملاحظات على القوى السياسية، إن كان حديث آخر فيمكن حله عن طريق الحوار. أما مسألة يعني حتى حل البرلمان، التيار الصدري يعني اليوم سائل يسأل، يعني التيار الصدري كان في تحالف والتحالف يشكل 170 مقعد إلى 180 مقعد، كان ممكن من خلال هذه التحالف يمكن أن يطلب حل البرلمان. ثم يعني مسألة احنا اليوم هي القضية ليست بحل البرلمان او كل سنة احنا يجي انتخابات جديدة ونحل البرلمان لا، مو هذه القضية. القضية اولا يعني لماذا الحوار؟ الحوار عن بحث عن مخرجات للعملية السياسية، البحث عن برنامج والاتفاق قوى سياسية، وايضا بقانون انتخابي منتج يكون يعني بعد الانتخابات يمكن أن تكون العملية سلسلة التركيب، ممكن أن يكون اتفاق سياسي، ولا هي ربما يعني مسألة تشكيل حكومات دائما ما كان يواجه نوع من الصعوبات بسبب نوع من الإفراط السياسي الإفراط التعددي. والقوى السياسية أيضا بالإطار هي مشخصة أن هنالك خلل بالنظام السياسي، لا بد من إيجاد إصلاح للنظام السياسي، وطرحت أطروحات منها يعني ما تحدثوا بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، عقد سياسي جديد، منهم من تحدث إلى الحاجة إلى النظام الرئاسي، منهم من قال إلى شبه رئاسي، منهم من قال انتخابات مباشرة شبه مباشرة، وبالتالي عدة أطروحات. هذه الأطروحات لا بد أن تتبلور من خلال الحوار ونخرج بالرؤية الأكثر واقعية والأكثر جدية والأكثر يعني القابلة للتطبيق. القضية ليست بطرح شعارات وأهداف، والكل إذا كانت بهذا الشكل الكل يستطيع أن يتحدث والكل يستطيع أن يقدم مطالب، لكن مدى واقعية هذه هنا اللي يعني مدى واقعية ومدى إمكانية وما يعني وما هي السقوف الزمنية وما هي مطابقتها يعني مع يعني مع المواد الدستورية والقانونية. لذلك من هذا يمكن أن ننطلق. الدستور العراقي صوت عليه أكثر من 70% يعني بحدود 12 مليون و 800 في ذلك الوقت. طيب. السكان العراق أعتقد ما كان يتجاوز 30 مليون. بالتالي هو الوثيقة الوحيدة التي يستند عليها واتفق عليها معظم العراقيين. نعم. سيد سلام، برأيك شنو سبب
تضارب التغريدات الصدرية، تخرج تغريدة تطالب بالتهدئة وتحث على التهدئة، وتغريدة أخرى ربما فيها تصعيد كتسمية قوى الإطار بالثالوث الإطاري المشؤوم. يعني كيف تلقيتم هكذا التسمية في هكذا تغريدة؟ ألم تؤثر على رغبتكم بالحوار؟ واقعا الكل يتأسف أنه البيت الشيعي يصل إلى هذه الحالة من التغريدات وتصعيد بالمواقف. اليوم الإطار يتوجه بالتهدئة، لأن هو الإطار اليوم صاحب مشروع ولديه عجلة حوار ويستعجل في ماذا إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة، وهي أزمة تشكيل حكومة وإنهاء حكومة تصريف العمالة. وبالتالي الإطار يتحمل كل هذه التجاوزات من أجل مشروعه، من أجل خدمة الشعب العراقي، من أجل جماهيره. يتحمل ولا يقبل لجماهيره أن تنحى هذا المنحة. لذلك اليوم هذا يعني البيت الشيعي، الأخوة، الإيمان، بصراحة تصريح يعني تغريدة سماحة الشيخ قيس الخزعلي أوضحت، قالت مهما يكون نحن أخوة وبيت واحد، والبعض يكون من عندنا ابناء مرجع واحد، نتجاوزها من أجل الشعب العراقي، نتجاوزها من أجل الحفاظ على السلم الأهلي. إنه تعرف أنت اليوم أكو هواي أطراف كثيرة، الإعلام الأصفر، أجندات إسرائيل، سميها ما شئت سميها، تعمل على اقتتال شيعي داخلي. لذلك مرة تشوف الإعلام الأصفر جاي يجيب محللين هم ضد الشيعة بنفسهم ويحللوا لك المخرجات، يوقف لك مع جهة ضد جهة أخرى، والهدف منها هو إشعال الفتنة. نحن نرسل دائما، الإطار يرسل رسائل اطمئنان من خلال يعني قادته، أنه نحن مع الحوار، نحن مع التهدئة، نحن مع الأخوة والدم العراقي فوق كل المسميات. ما ممكن اليوم أنا أشعل الفتنة بين أبناء المكون والكل يحترق ترى. كل واحد اليوم يشوف أنه أكو مصلحة في جر الاقتتال فهو خاطئ. الاقتتال الشيعي يعني حرق العراق كله، وإن شاء الله جميع الأخوة يعني مستفيدين إذا هذه المسألة قادة الإطار لا يريدون أن توجه بهذا الاتجاه. لذلك كل تغريداتهم إلى التهدئة، كل تغريداتهم إلى الهدوء. مبادراتكم للحوار التي لاقت رفض من قبل التيار الصدري، بالمقابل الأطراف السياسية الأخرى، أطراف سنية، أطراف كردية وغيرها، كيف تلقت أو كيف تعاطت مع هذه المبادرة الخاصة بالإطار؟ اليوم الإطار يعني خرج من قضيته المذهبية والمكونية هي الشيعية، وتم تكليف الأخ المجاهد شيخ الإطار أبو حسن في المفاوضات مع جميع الأطراف حتى بما فيهم التيار الصدري. وكانت هناك مبادرة من رئيس الوزراء. التوجه العام أصبح اليوم مسألة البرلمان. اليوم إذا نجي البرلمان مو برلمان الشيعة، اليوم برلمان العراق كل. واليوم الاعتصامات والتظاهرات هي تعطيل البرلمان العراقي الذي يمثل جميع المكونات. لذلك قادة الإطار قالوا خلنا نتوجه إلى إجماع وطني. إجماع وطني ونتنزل ونرى أطروحات الأخوة سواء كان السنة أو الكرد. يا بأكو مشروع للبرلمان، أنتم ويامن كل الأطراف السنية والكردية قالوا نحن إذا كان هنالك مطلب حقيقي للإصلاح وفيه يعني ضمن الآلية الدستورية والقانونية لا نمانع، ولكن مو بهكذا طريقة، مو احتلال مؤسسة، مو ضغط جماهيري، مو جر الشارع. أكو حوارات، أكو رسائل، أكو اتفاقات يجب أن تعقد وبعدها نناقش. أنا اليوم عندي مشكلة كبرى، اليوم أنا عندي أزمات اقتصادية بداخل البلد. أنا بعد 3 أشهر 4 إذا ماكو موازنة ماكو رواتب موظفين. البارحة وزير المالية قسم ظهر الجمل إن صح التعبير، القشة قسمتها اللي وضع، نزل تقريبا 15 صفحة بين بها حقائق كارثية تمر هاي السنتين للحكومة، ما ممكن السكوت عليها. انا عفوا اسال البرلمان تعال عالجني مشاكل اقتصاديه كبرى، ملفات فساد. او وزير اورد 18 فقره لفظ فساد في الحكومه هاي. لذلك هذا محور مهم يمكن ربما له علاقه بكل هذه الازمه السياسيه، نعود لها بعد قليل. لكن سيد واثق، ربما سمحت السيد الصدر استشعر وجود خطر وقرر إلغاء أو تأجيل التظاهرة الصدرية المليونية التي كان يفترض أن تكون السبت، لكن مقابلها أكو تصعيد ما زال مستمر، أكو مخاطر ربما يستشعرها الشارع والمراقبين. هذا التصعيد إلى أي درجة يمكن أن يؤثر على المعتصمين، على المتظاهرين من كل الأطراف، أم يمكن التعويل على انضباط وسلمية الجمهور؟
يعني هو اكيد هذه خطوه مهمه اليوم. السيد الصدر يعني اوقف التظاهرات يوم السبت، وبالتالي الاطار هو معها هكذا خطوات هي اولا يعني مبنيه على تقدير المصلحه العامه وحقن الدم العراقي ومنع التصادم او لا سامح الله ما يسموه الاقتتال. انا اقول القوى السياسيه كلها مدركه خطوره المرحله ومدركه أهمية المسؤولية، لكن يعني ما أريد أشير إليه يعني وتحدثت قبل قليل يعني عن مسألة التغريدات والكتابات التي تنزل. طبعا هذه مشكلة اليوم أحيانا ما يحرك الجمهور هذه الكتابات وهذه التغريدات والاتهامات أو التشبيهات لبعض المسميات والأشخاص، بالتالي هذه بالتالي هي كلها صفحات تواصل اجتماعي يمكن أن تتعرض للتهكير، يمكن أن تتعرض للتزوير، ولا سامح الله يعني لو صدر منها بيانات أو صدر منها تحريض أو صدر من صفحات مزورة يعني أقصد مثل هكذا خطابات تحريضية. يعني ما الذي يتدارك الأمور؟ كيف يمكن أن نوقف الشارع أو نوقف التصادم لا سامح الله؟ بالتالي هنا لابد أن يكون الخطاب مباشرا. الخطابات الإعلامية لابد أن تحمل نوع من التهدئة، نوع من الدبلوماسية، نوع من الود والأخوة، وإلا إحنا في بلد واحد، في مسؤولية واحدة، كل العراقيين في مركب واحد. التيار الصدري والإطار هم أخوة، بل الإطار حتى عندما كان التحالف الثلاثي وطلب من التيار الصدري طلب منه تشكيل حكومة معه يعني سويا، ويعني رسم خارطة طريق مشتركة وبرؤية المكون الأكبر. والآن يعني حتى الإطار عندما يريد أن يشكل الحكومة لا يريد أن يستثني أو يستبعد أو يقصي التيار الصدري. نعم. وبما أنه اليوم التيار عندما كان يقول أنه مع الكتلة الأكبر أو أنه الكتلة الأكبر يقول أنه هو المعني بتشكيل الحكومة، الآن من المفترض أن تعطى فرصة للإطار باعتبار اليوم حتى أكثر عددا من التيار الصدري، وصل عدد نوابه أكثر من 130 نائب والمتحالفين معهم ربما وصل أكثر من 180 نائب لحد الآن. مفترض أن تعطى فرصة للإطار بتشكيل حكومة، ثم إذا كان هناك معارضة هناك ملاحظة. طبعا هي كل القوى السياسية سواء كانت تعمل مع الحكومة أو معارضة، الشعب أيضا سواء كان مؤيدا أو مناصرا للأحزاب أو مختلفا معها، هو الكل يعملون إلى تقويم عمل الدولة. حتى النقد من أجل بناء الدولة، من أجل تصحيح الأخطاء، من أجل التعاون، من أجل المشاركة بالعملية السياسية. بالتالي هذه الجماهير هنا، القوى السياسية، التيار الصدري، الكل مسؤولين عن بناء العملية السياسية وإدامتها وإنجاح الحكومة. ثم الحكومة لحد الآن هي لم تتشكل. المفترض إذا كان هناك تظاهرات أو اعتراضات أو مطالب يعني بشكل أو بآخر لابد أن تقدم لحكومة تعمل، لنرى الحكومة ماذا سيكون برنامجها، من هو وزرائها، ماذا تريد أن تفعل، ما هي أولوياته، وبالتالي نعترض حتى بالبرنامج الحكومي يمكن أن يقدم. التيار الصدري هو جزء مهم بالعمل السياسي، يمكن أن يفتح قنوات يعني مع يقدم طلباته بدون أن يضغط، يعني مو بالضرورة أن يضغط ويستخدم الجماهير ويستقوي بالجماهير واستخدام الجماهير مقابل الجماهير، لا هذه ليست صحيحة. لكن الآن هذه التظاهرات هي تريد إعادة المؤسسة للعمل واحترام الجماهير، أيضا مطالب الجماهير محترمة، من حقهم يظهرون، من حقهم لديهم مطالبهم كمواطنين عراقيين، يعني لا فرق بين هذا المواطن أو ذلك المواطن. لكن الجهة يعني أي جهة سواء كانت جهة سياسية، جهة اجتماعية، منظمة المجتمع المدني لديها مطالب ورؤى وطروحات ممكن أن تقدم للحكومات ومن خلالها يمكن إنجاز هذا العمل. طيب أستاذ سلام، خلينا نعرج على قضية استقالة وزير، شنو كانت أسبابها غير اللي ذكرها؟ أسباب كثيرة يعني اللي ذكرها معروف قبل أن يصير هو وزير، شنو الجديد؟ أحسنت. يعني أولا هي لا قيمة لها أصلا قانوني الاستقالة، لأن القانون المادة 64 في القانون العراقي والدستور العراقي عدت حكومة الكاظم وهي حكومة مستقيلة. هي اساسا مستقيله، هي تصريف اعمال يوميه، قبولها او غير قبولها لا معنى لها. الشيء الثاني ربما تعتبر اعفاء من طلب اعفاء، يقدم طلب اعفاء انه يترك هذه المهمه اللي سميناها تكليف. الامر الثاني انه الاخطاء الثانيه اللي وقع به رئيس الوزراء انه عين
وزير النفط أو كلف وزير النفط بإدارة الوزارة، وهذا مخالفة قانونية كبيرة. النص ينص لأنه يكون أقدم موظف سواء كان مدير عام أو وكيل بإدارة ملف الوزارة. والوكيل الأقدم رفضت استلام المنصب ما بعد، المهم هو القانون ينص أنه يجب أن يتولى إدارة الوزارة من بعد شخصية في داخل الوزارة وهو الأكبر بالنتيجة الأقدم. بالنتيجة الوزير أفصح ما بجعمته، ولكن هنالك خلي ألف علامة تعجب واستفهام. أنت حكومة صار لك سنتين أخفيت هذه المعلومات وتعلم، لماذا بقيت في هذه الحكومة؟ سنتين صار لك وتدري اللي مشاكل جاي يصير. طبعا هذه الصفحات اللي هي حكايه نسميها السرد اللي اسرده وزير النفط عباره عن مجمل القضايا التي تعرضها لها خلال سنتين. اولا تدخل الاحزاب، اثنين ضعف كبير في اداره ملف الدوله حتى سماه انه قبليه او عشائريه، ثلاثه وجود سماهم بال اكثر من 8 مرات سماهم مجموعه نسميها المصالح الخاصه. طيب هذا موجود قبل ان يصير هو وزير ويعرف بهذا الموضوع، كل العراقيين يعرفون، ليش ما استقال من البدايه او رفض استلام منصب وزاره الماليه؟ احسنت، هي هاي علامات الاستفهام والتعجب. نعم. انت ليش يعني في هالوقت وهي حكومه انت ليش ما سميت الاسماء بمسمياتها؟ كل مسؤول يستقيل يسافر بعدين للدوله اللي اجى من عندها، اغلبهم عندهم جنسيات اخرى، نتوقع بعد ان يذهب الى امريكا او اوروبا او لندن، اتوقع ان يكشف امور اخرى قد تكون خطيره. احنا نتوقع وما نتوقع، اليوم نوجه دعوه من قناتكم الموقره انه على الادعاء العام، على الادعاء العام يستدعي او يطلب حضور وزير الماليه، ويتحقق من هذا الكلام الذي قاله جدا مهم وضروري حتى يعرف ابناء الشعب العراقي ماذا يحصل الان في حكومه السيد الكاظمي. واجب على الادعاء العام اليوم هذا اللي ذكره السيد وزير الماليه. طبعا احنا تحدثنا سابقا عن فساد ووجود فاسد، ولكن شهد شاهد من اهلها اليوم على الادعاء العام ان يبحث او يطلب حضور السيد المستقيل وزير الماليه ويتحدث معه في كل هذه الادله والتفاصيل، لان هذه ادله وتفاصيل مهمه وخطيره. لذلك هذه الاشياء مهمه جدا. ليش نقول مهمه؟ دائما ما يصرح قاده الاطار، ما يصرح اعضاء في مكاتب سياسيه لاحزاب الاطار، يا اخوان مشكلتنا الكبرى المعقده الان اللي هي فتنه الشعب اصبحت حكومه الكاظمي، ازالتها تحل جميع المشاكل. طيب ليش تسميها فتنه الشعب؟ هل هي فتنه شعب ام فتنه سياسيه؟ لا، اليوم اذا الفتنه هو الخراب، الفتنه الموجوده اليوم الشعب بعد 4 أشهر مثل ما تفضلت، اذا ماكو موازنه يعني ماكو رواتب موظفين. موجوده هاي الماده 13 من الاداره الماليه، اذا ماكو موازنه يعني ماكو. لذلك اليوم اللي احنا نشوفه اللي سبب الأزمة الحقيقية الآن هو سيد الكاظمي. لو كان إدارته صحيحة لهذا الرجل أيضا عنده مبادرة. خليني أنتقل بهذه المبادرات لك سيد واثق. تسارعت ربما الأحداث بالأيام الأخيرة، استمرار أو تظاهرة المعتصمين المطالبين بحماية الشرعية والدولة والديمقراطية، تظاهرة تحولت إلى اعتصام، مبادرة السيد الكاظمي، مبادرة الحاج العامري، كذلك استقالة وزير المالية مؤخرا. تعتقد هذه الأحداث يعني مترابطة خصوصا مع استقالة السيد الوزير؟ نعم، يعني اكيد هي يعني جمله من الاحداث. يعني اليوم يعني هو ربما تكون هي لحد الان هي الحلقه الاخيره استقاله وزير الماليه، لكن بعدها ستاتي حلقات لكشف كثير من الملفات والضغوطات التي كانت تمارس والفساد الكبير الذي كان يراد ان يمرر بوجود حكومه تصريف اعمال. وهذه الحكومه طبعا تمادت كثيرا، وانا اقول هذه الحكومه من المفترض ان تكون حكومه تصريف اعمال. هو دورها اولا كان للاعداد للانتخابات، وبعد الانتخابات تسهل عمليه الانتقال السلمي للسلطه او التداول السلمي للسلطه، وبالتالي من خلال المؤسسات. الاطار والمحتجين هنا
يرون يعني ضرورة العودة إلى عمل المؤسسة الحكومية، ضرورة انعقاد جلسات البرلمان المضي والإطار عازم طبعا أكيد على عقد جلسة برلمان وانتخاب رئيس جمهورية، انتخاب رئيس وزراء أيضا. على الأقل الآن نحتاج، يعني أنا قلت في بداية الحديث نحن نعيش فراغ تشريعي، على الأقل يعود المجلس التشريعي إلى عمله يمارس أعماله. هناك كثير من اللجان الموجودة في البرلمان، اللجان القانونية المالية غيرها من اللجان تحتاج إلى عمل وعمل متواصل، وبالتالي المبادرات التي تطرح طبعا هي إذا لم تنطلق أي مبادرة لم تنطلق من مبدأ الحوار والإيمان بال يعني أو الرأي والرأي الآخر، واعتقاد أن الرأي ليس هو مجرد اختلافات سياسية، ليست خلافات أو ليست عداوات بين القوى السياسية، اختلاف بوجهات أطروحات مختلفة، الإطار يختلف مع التيار والتيار يختلف مع الإطار، وبالتالي لكن كل هذه الاختلافات المفترض أن تكون ضمن السقوف الدستورية، ضمن الاستحقاقات الانتخابية، ضمن الاستحقاقات الشعبية التي تريد تشكيل حكومة، ضمن مبدأ المواطنة والحوار الوطني واحترام الآخر واحترام كل الثوابت والمشتركات التي بين هذه القوى السياسية، واحترام التضحيات أيضا. الشعب العراقي طبعا دفع تضحيات جمة من 35 عام قبل 2003 وانتهاء باليوم، يعني من الدماء التي سالت على أرض العراق، يعني من سواء كانت يعني من خلال الاستهدافات الإرهابية والانتحارية والمنفخات، ثم الجهاد الكفائي ومواجهة إرهاب داعش وتلك الدماء الزكية التي سالت على أرض العراق، كل هذه التضحيات وكل هذه المقدمات وكل ما حدث من حراك وعمل وتضحية هو لأجل بناء دولة مستقرة، دولة ديمقراطية، دولة تؤمن بالرأي الآخر واحترام وجهات النظر واحترام الدستور والقانون. طيب سيد واثق، يعني يمكن الإطار قوى الإطار أحسنت الاختيار باختيار الحاج العامري لقيادة مبادرة حوار نظرا لمقبوليته من جميع الأطراف السياسية وحتى من قبل السيد الصدر. بالمقابل التيار كان سابقا لديه شروط لبدء أي حوار مع كل أطراف سياسية، لكن هل يمكن تحقيق هذه الشروط الخاصة بالتيار الصدري وبدء الحوار أيضا بوجود طرف أو دخول طرف ضامن لتحقيق هذا الحوار؟ طبعا هي أولا لا يمكن إجراء حوارات باشتراطات مسبقة، من يريد الدخول إلى حوار فهو يأتي باسم الحوار، والحوار يعني تفاهم ويعني بناء على مشتركات، بناء على مصلحة عامة، بناء على لأجل المصلحة الوطنية وفق سياقات دستورية وقانونية وتقدير حاجة الناس، وبالتالي الاشتراطات أحيانا يعني هي يعني قد تكون هي عائق أمام إجراء أي تفاوض. بالتالي هي الإطار يعني عندما طلب أو بادر أو حاول الحوار لم يقدم اشتراطات، أو لم يقول أنا سأتحاور على هذه على أساس هذه الاشتراطات، أو لم يقول أنا يعني سأشترط على القوى الأخرى المطالب كذا وكذا، وإنما الاشتراطات التي تتفق عليها كل القوى، يعني حتى الكردية حتى السنية عندما تحدثت وقالت يعني أي حوار أي إجراء انتخابات أي حل البرلمان أي من هذه الحلول التي ممكن أن تكون يعني ممكنة لابد أن تحترم سقف الدستور والقانون، وهذا مطلب واضح، يعني هذا لا يحتاج إلى توضيح، يعني إحنا ما يحتاج اليوم للقوى السياسية يقول إنه راح نتحاور لازم نتحاور ضمن سقف الدستور ضمن القانون، لا هذا ثابت من الثوابت إنه كل الحوارات لابد أن تعمل ضمن الدستور والقانون، لابد أن تقدر المصلحة الوطنية، لابد أن تشعر بمسؤوليتها. القوى اليوم سواء كان التيار أو الإطار، بل التيار طبعا أنا أحمل مسؤولية أكبر اليوم يعني مسألة تعطيل تشكيل البرلمان وتعطيل تشكيل الحكومة، المفترض أن يسارع ويمهد لهذه الحكومة أن تتشكل ويعاون هذه الحكومة ويعاون الإطار من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة ويتحدث مع القوى السياسية الأخرى، ثم بعد ذلك نصل إلى حلول يمكن أن ترضي كل الأطراف. هي ليست المفترض أن تكون حلول هي ليست مرضية للأطراف السياسية نفسها، المفروض أن تكون
مرضية للشعب العراقي، محققة لمطالبه، محققة لطموحاته، محققة يعني على الأقل اليوم ما نعيشه يعني من أزمات كهرباء وصحة وتعليم وكثير من الأزمات وأزمة اقتصادية، كل هذه تحتاج إلى حكومة. الحكومة إذا تعطلت ماذا يعني أعتقد سيتدهور الواقع العراقي. سؤال أخير لكم سيد سلام، يعني كلما جاءت تهدئة حتى حدث تصعيد، لكن هناك مخاوف ربما ما زالت مستمرة، هل يمكن مقابلها التعويل على حكمة القيادات؟ بالتأكيد احنا يعني قادة الإطار واضحة عندهم جدا المشاريع الخبيثة التي تحاك، وواضحة جدا ان الكل يرفض الذهاب الى التوجه الى تصادم او لا سامح الله الى حتى في التصعيد في المواقف اليوم. هذا بالنسبة للإطار، ماذا عن قيادة التيار الصدر؟ قادة التيار هم الذين يتحملون وهم الذين يجب أن يوجهوا جماهيرهم بهذا الاتجاه. اليوم الفاصل المستقل نسميه بين الإطار والتيار هم شيوخ العشائر. لاحظت صدرت يتحمل التيار فقط لا مسؤولية أي تصعيد أو مخاطر؟ أنا يعني الآن أي خطوة يقوم بها التيار يقابلها خطوة أيضا مضادة من قبل الإطار. إحنا اليوم شو نتكلم؟ نتكلم عن تصعيد في مواقف الإعلامية فقط. لا الحمد لله والشكر ميدانيا لا يوجد، وان شاء الله يعني هذا الشيء مستبعد تماما. ولذلك شفت انت يعني قاده التيار نزلوا ايات قرانيه مضامينها انه ان مددت يدي لتقتلني وانا يدي لاقتلك، هذه كلها بعيده ان شاء الله. ولكن اليوم التصعيد في المواقف الاعلاميه نلاحظ واضحه جدا هي من التيار، وهذا طبعا يشكل ازمه اجتماعيه كبيره ومخاوف كبيره. لذلك الإطار حتى يرد على هذه التغريدات ألزم جمهوره وألزم يعني قياداته حركات ما سميته ما دون من التجمعات أنه لا تردون، هنالك قيادة حكيمة. واليوم الحكمة تتطلب أنه أكو جمهور نازل بالشارع، أكو ضغط، أكو يعني مطالب تريد أن تنفذ. لذلك اليوم صاحب المشروع يتحمل، الإطار صاحب مشروع وعليه أن تحمل الكثير، ونتوقع هناك الكثير، لأن واقعا أنه العملية تراد أن يصبح التفاف، ونحن نشاهد ونراقب، الإطار يراقب أنه كلما اخترب الحل بتشكيل الحكومة أو إيجاد أخرى يواجه بتصعيد. وهذا طبعا نحن نحفظ هذه الخطوات، ويعني ما كنا نتمنى ولا أحد يتمناها من الشعب العراقي أن تصل بهذا كذا ثالوث المشؤوم ولا آخره. هناك رجال دين شيعة، هناك خيرين من قيادات الإطار أن يتهم بهذا الشكل. لذلك الإطار بما أنه لديه مشروع ووصل إلى الحلقة الأخيرة، أنا أسميها الحلقة الأخيرة من تشكيل الحكومة، يصبر ويتحمل من أجل الشعب العراقي، يتحمل التجاوز الكبير من أجل الشعب العراقي. الشكر جزيلا لكم عضو الإدارة التنسيق يا سيد سلام الجزائري، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكرا لكم المحلل السياسي السيد واثق الجابري، كان معنا مباشرة بصوت والصورة من ساحة الاعتصام أمام المنطقة الخضراء. شكرا لكم سيد واثق، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.